Okay.
لو سمحت لا تقرفني زي كده مرة ثانية. ولكن ترجع البيت نظف أذنك عشان كده ما انت سامعني كويس، كل شوية أعيد لك الأذن بارد نظيف بلا قرف بلا قرف، ولا عاد أبغى أشوفك تجي عندي هنا وأذنك زي كده. زي ما قلنا ترفع يدك يلا.
كلهم يودوك الدكتور النفسي فتيجي تلعب معاه الالعاب والحركات على طول يوديك الدكتور النفسي. راح امشي لك اياه هالمره امشي لك اياه بس لا تجي كذا وتتمثل علي انا تعبان وما ادري ايش وانت ما انت تعبان. انا وقتي ثمين ما تجي تضيع لي وقتي. بعدين في مرضى من جد تعبانين هذول اللي يحتاجوا اني اسوي لهم فحص واساعدهم واعالجهم. وانت تعرف انا ليش جالسة اكتب؟ لاني ما ابغى اسمع صوتك خلاص. انا من سامع ايش عندي؟